السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحبايبي وأخواني المتابعين من كل البلدان العربية وخصوصا من المغرب. وهذا الفيديو لوجهه أيضا لحبايبي أهل المغرب حتى أفهمهم بعض الأمور، نقطة كثير مهمة لا يتفهموا أبدا من الفيديو السابق اللي راح، أنه أنا والله عم هاجم نظام المغرب ولا عم هاجم المغاربة عفوا، ولا أنا أخذت طرف دون طرف وصرت أهاجمكم. لا، مو هيك الحكاية أبدا. انا الفيديو السلام عليكم، انا الفيديو السابق حبيت انه بس انتقد اسعد الشرعي وابين صراحة، يعني ابين نفاقه وابين نفاق كل واحد. شوفوا يا جماعة، كل شخص عربي، كل شيء خدوها قاعدة، هاي كل شخص عربي بيقف مع دولة وبهاجم دولة وبستغل خلافات بيناتهم، والله العظيم حكما انه هو مرتزق. حكما انت حبيت تدخل ما بين دولتين في خلاف يا اخي، تدخل بالخير. عندك كلمة حلوة احكيها، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او فليصمت. ليش لازم تتدخل بس في الخير؟ لاني انت فرضا يا اسعد الشرعي على سبيل المثال، خلينا نكون واقعيين يا جماعة، احنا اليوم جماعة منطقيين وعم نناقش في منطقية. فرضا اسعد الشرعي اخذ موقف دفاعا عن النظام المغربي او هاجم النظام الجزائري. طب يمكن النظام الجزائري عنده أخطاء، بل أكيد عنده أخطاء مثل باقي الأنظمة العربية، لكن أنت بتدافع عن النظام المغربي دفاع أعمى يعني، وبتناسي أمر كتير واضح وكتير جلل اللي هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. يا جماعة، التطبيع مع الكيان الصهيوني هذا جريمة كتير كبيرة، وحتى جريمة يعني يعاقب عليها الدين بالردة. أنتوا يعني إخواننا المغاربة، مجرد ما واحد منكم يقول انه نعم انا مع التطبيع مع الكيان الصهيوني، تعرف ان هي فيها رده خروج عن المله؟ امر كتير كبير. في عندنا شيء بالاسلام اسمه عقيده الولاء والبراء. على موجب هي العقيده، يعني ايش معنى الولاء والبراء؟ توالي المسلمين وتتبرأ من الكافرين وخصوصا المحاربين. يعني الكيان الصهيوني كيان كافر محارب، ما هو مسالم. فقصة انه المغرب بتطبع مع كيان صهيوني هي شغله كتير كبيره، وحكاية انه يجي واحد مغربي يقول ايه نعم انا مع الملك تبعي، يا اخي والله دير بالك، هي فيها ردة، فيها خروج عن الملة لا سمح الله. وانا والله اني لكم من الناصحين، اقسم لكم بالله اني بحبكم، ما في بيني وبينكم تار ابدا نهائيا. انا بس اللي متضايق منه هي الظاهرة اللي طلعت مؤخرا، الناس تصف فرضا مع المغرب وتهاجم الجزائر وتهاجم النظام الجزائري وتهاجم الشعب الجزائري. فانت بيطلع بتصب الزيت في النار. طب خلينا اورجيكم انه ليش هي الفئة فعلا فئة منافقة لا مجال. في شخص اخر منتهج نفس نهج اسعد الشرعي اسمه عماد فواز. هذا الرجل ايضا يعني حياته كلها، محور حياته كلها تدور حول الجزائر وانتقال الجزائر وشعب الجزائر ونظام الجزائر. طب عماد فواز هو ابن مصر الحبيبة الشقيقة، لك يا ابن الحلال ما في مرة طلع فيديو وانتقد فيه النظام المصري اللي هو فعلا مجرم. هذا نظام إجرامه واضح، هذا نظام يعني هذا عماد فواز ما في ولا حلقة تكلمت عن شهداء رابعة اللي أكثر من ألفين شهيد في خلال ساعة واحدة، حرقت الجثث وقطعت الأشلاء، وشيء فظيع اللي صار بمصر، عشرات الآلاف من المعتقلين الرأي في السجون المصرية، آلاف من الأعراض انتهكت في السجون المصرية، الفقر شديد جدا. يعني عماد فواز عم بقول لك انه والله في طوابية على الحليب في الجزائر وكذا وعم تضحك، لكن مصر ما في شيء يا جماعه، انهيار اقتصادي ونحن عم نتالم لهذا الامر. اوعى تفكروا انه انا شامد، انا المصريين بموت عليهم يا جماعه. هي قصه انه انا اكره شعب مسلم، هي نسوها من راسكم ابدا يعني. بس يعني هذا عماد فواز اكيد منافق، واكيد عم يتعيش من وراء الارتزاق، لاني لو كان صادق، لو كان نيته لله وهو صحفي من باب اولى اهتم بشؤونك الداخليه اللي في مصر، وهي كبيره جدا. يعني لو فرضنا مثل ما عم تحكوا النظام الجزائري سيء، ما راح يكون بسوء النظام المصري او الانظمه الشرق اوسطيه جميعها. يعني ورجوني انا هالمعلومه اللي بدي احكيها، والله العظيم ليس دفاعا عن النظام الجزائري. النظام الجزائري عنده ناس بتدافع عنه، عنده الجزائريين شان داخلي، في ناس بتحبه من الجزائريين وفي ناس بتعارض من برا وبتسب وكذا، هذا شان داخلي وما بتدخل فيه. ليش؟ لأن النظام الجزائري ما هو النظام القمعية الشديدة الدكتاتورية اللي قتلت، ما في بأيديها دماء. يعني على سبيل المثال الحراك السلمي اللي حدث في الجزائر، أنا كنت في الجزائر
واول ما بدا الحراك يعني ما بخبي عليكم انا كسوري وكل الرعايه الاجنبيه متنا من الخوف، قلنا خلاص البلد اتدمرت وحيصير في قتل وحيصير في قمع وحيصير في كذا. وفي ناس منا بداوا انه يصفوا املاكهم انه حيصير في قمع وفوضى وكذا مثل ما صار في سوريا وليبيا و و و. تفاجئنا انه ملايين ملايين اللي كلوا على الشارع لم تراق قطره دم واحده، لم تراق قطره دم واحده. ورجينا هذا الامر يحصل في سوريا بلدي كان صارت مجازر كبيره، ورجينا هذا الامر يحصل في المغرب، يا ترى ملك المغرب خليهم، ورجينا هذا الامر يحصل في مصر، حصل في مصر وحصل في سوريا، شوفوا النتيجه. فبما انه النظام الجزائري ما قتل ما اوغل في دماء المسلمين، خلاص هذا شان داخلي، في فساد اداري، في عدم توزيع عدل الثروات، هذا امر بحلو شان داخلي بحلول الجزائريين، المهم هو ما قتل وما اسخن في دماء المسلمين. فمشان اورجيكم يعني بالدليل القاطع انه عماد فواز منافق منافق. اول شيء ما في حلقه تكلم فيها عن النظام المصري اللي فعلا ممكن تقول عنه مجرم، اللي فعلا اعتقل نخبه الشباب المصري، اعتقل نخبه المشايخ حازم صلاح ابو اسماعيل. لك يا ظالم تكلم عن مشايخ مصر، حازم صلاح ابو اسماعيل، صفوه الحجازي، في كثير كثير عظام في سجون مصر. اتكلم عن الشان الداخلي، انت عم تتكلم عن طوابير الحليب وان ما في حليب في الجزائر، طب روح شوف مصر، روح شوف مصر ما فيها شيء خالص. لكن الجنيه الدولار صار ب 40 جنيه، مصر يا جماعه مقبله لا سمح الله، مقبله على كارثه اقتصاديه عظيمه، مصر مقبله على مجاعه، مصر مقبله على تفكك لا سمح الله، مصر مقبله على ثوره جياع. وهذا بيجينا عماد فواز المنافق بيترك كل هالامور الداخليه في مصر وبروح بقول لك الجزائر وما جزائر وما جزائر. انت ايش دخلك في الجزائر؟ يا اخي انت ايش دخلك في المغرب والجزائر؟ يا اخي هدول اخوان، هدول هذا الشعب المصري والشعب المغربي متقاربين في كل شيء. حاليا في ازمه سياسيه بيناتهم، لكن ليجي اليوم اللي بتحدوا مع بعض، انت ايش دخلك؟ انت ايش دخلك بهذا الامر؟ طيب يا جماعه انا بوجه رساله او بوجه سؤال مباشر للاخوه المغاربه، تابعوا ما فواز وشوفوا انه كل يوم عنده 3 أو 4 فيديوهات. بتعرفوا ايش معنى فيديو؟ يعني الفيديو فيه قبله ساعه او ساعتين او 3 اعداد افكار، يكتب افكاره، نحن كنا نعمل فيديو واحد يكتب افكاره ويحفظ ويشوف المصادر، يعني اذا قلنا باليوم عنده 4 فيديوهات يعني 12 ساعه. طب هذا الرجل شو عم يعيش؟ هذا اللي اسمه عماد فواز، هذا المنافق اللي اسمه عماد فواز اللي ما حكى ولا كلمه على السيسي وعلى نظامه وشاطر بس يحكي على الجزائر. هذا شلون عم يعيش بالله العظيم؟ هذا عماد فواز شلون عم يعيش اذا هو مفرغ 12 ساعه من حياته اليوميه في التهجم على الجزائر وفي التهجم على شعب الجزائر؟ مبينه الارتزاق يا جماعه، الارتزاق. اخوانا المغاربه لا تخلوا اي شخص يستغلكم ويدخل في الصراع ما بينكم ما بين اشقاء جزائريين، وايضا الجزائريين لا تخلوا اي شخص يستغلكم ويدخل في الصراع ما بين الاشقاء ما بينكم وبين المغاربه. غيره راح تعدي والله راح تزول في يوم من الايام، هذا الشعبين هذول راح يتحدوا مره ثانيه، وهذول الناس اللي دخلوا حالهم بالشر راح يطلعوا بالخجله، راح يخجلوا يعني، والله راح يخجلوا. والله يا جماعه يا اهل المغرب اني لكم من الناصحين، والله ما بهمني انه ادافع عن 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 اي نظام.